مايكروسوفت غيرت قواعد اللعبة بالكامل، والمعلومات اللي بتسمعونها في هذا الفيديو راح تصدمكم وتغير طريقة تفكيركم للأبد. الطريقة اللي نستهلك فيها ألعاب الفيديو راح تتغير للأبد، مثل ما حصل في سوق الموسيقى والأفلام. إيش هي جيم باس؟ وليش قررت مايكروسوفت وضع جميع مواردها في تطوير وتنمية الجيم باس هذه؟ وكيف راح تغير معنا سوق ألعاب الفيديو اللي نعرفه من زمان؟ عشان نفهم ليش جيم باس غير قواعد اللعبة لازم نرجع للوراء ونتعرف على القواعد الأصلية بشكل جيد. من يوم ما عرفنا ألعاب الفيديو بشكلها الناجح عالمياً وفكرتها بسيطة، تشتري جهاز ألعاب وبعدها تشتري الألعاب بشكل منفصل عشان تلعبها عليه، كان لازم نروح المحل ونشتري بنفسنا الشريط أو القرص عشان نلعبها في البيت. مع تطور التقنيات وسرعة الإنترنت صار في متجر رقمي نوصل له من الجهاز نفسه، ونقدر نشتري الألعاب بنسخ رقمية ونحملها على الجهاز ونلعبها بدون ما نطلع من البيت. لكن هذه الألعاب الرقمية لها إيجابياتها ولها سلبياتها. النسخة الرقمية نوصل لها بشكل أسهل ومتوفرة بشكل دائم وما تخلص مثل ما يحصل في السوق الحقيقي، بس في المقابل رغم أنها نسخة رقمية ومفروض تكون أرخص إلا أن ندفع عليها نفس المبلغ اللي ندفعه لما نشتري نسخة الأقراص من السوق. هذا الشيء غير منطقي، لأن الناشر وفر مبالغ عدة مثل تكلفة تصنيع الأقراص وطباعة الأغلفة والنقل والشحن ونسبة المتاجر وغيرها. ومن السلبيات الإضافية للنسخة الرقمية أنك ما تقدر تسلفها لأصحابك وتتبادل معهم الألعاب. مع تطور الإنترنت بشكل أكبر، مو بس صرنا نقدر نحمل الألعاب، حتى صرنا نقدر نلعب مع بعض وكل واحد في بيته. أهم شيء يكون عندك اشتراك إنترنت ممتاز، مثل أنا عندي هنا اشتراك 5G من زين. مو بس سريع في التحميل، أيضا سريع في اللعب على الشبكة. في الواقع مع 4 من أفضل الألعاب في السعودية حققت زين أفضل زمن استجابة وأقل بينج مقارنة بشبكات الـ 5G الأخرى. شركات الألعاب طبعا تدفعك رسوم سنوية مقابل الاستفادة من خدمة اللعب عبر الشبكة، وهذا مبلغ إضافي صار يدفع اللاعبين فوق مبلغ شراء الألعاب نفسه. هذه باختصار القواعد الأساسية لشراء الألعاب في الماضي. قبل ما ننتقل لشرح القواعد الجديدة، خلونا نتكلم عن أسواق مشابهة، تحديداً سوق الأفلام والموسيقى. الأفلام مثلها مثل الألعاب بالمبدأ، نشتري جهاز تشغيل، بعدها نشتري الأفلام سواء كانت على شريط في بدايتها، ثم لاحقاً صارت على أقراص CD وDVD وبلوراي. هذا النظام استمر لسنوات طويلة، بس مع تطور الإنترنت ووسائل البث صار الواحد يقدر يطلب الفيلم وهو في البيت ويتفرج عليه بدون ما يشتريه فعليا. إيش بيصير لو بدل ما نخلي الناس تشتري كل فيلم بشكل منفصل، نعطيهم مكتبة كاملة من الأفلام يقدرون يشوفونها في أي وقت يبونه مقابل اشتراك شهري؟ الفكرة هذه لاقت تقبل كبير عند الناس، بحيث بنفس المبلغ اللي كنت تشتري فيه 4 أفلام على أقراص بلوري في السنة، تقدر الآن توصل لمكتبة كاملة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات. مش بس كذا، تقدر تتفرج عليها بشكل لا نهائي، وتقدر توصل لها من التلفزيون أو الجوال أو غيرها من الأجهزة في أي وقت ومكان طالما تملك اتصال إنترنت. هذا النموذج في استهلاك الأفلام حقق نجاح كبير، لدرجة أن الشركات اللي تشتغل بالنموذج القديم أفلست وقفلت أبوابها. وبعد نجاح بعض الشركات مثل نتفليكس بالنموذج الجديد، كبرى شركات الإعلام العالمية مثل ديزني قامت بطرح نسختها الخاصة من هذا النموذج. نفس اللي صار مع سوق الأفلام صار أيضا في سوق الموسيقى. أول كنا نشتري المقطوعات الموسيقى كل واحدة على حدة أو ألبوم كامل عن طريق متاجر رقمية مثل الآيتونز، ثم ظهرت خدمات بث الموسيقى وتبعتهم أبل بطرح أبل ميوزك اللي ينافس سبوتيفاي بشكل رئيسي. الآن مثل ما حصل مع الأفلام ونتفليكس، نقدر نشترك بشكل شهري لسماع الموسيقى اللي نحبها متى ما حبينا عن طريق تقنية البث. هذا النموذج اللي شفناه في سوق الأفلام والموسيقى تأخر في وصوله لسوق الألعاب. طبعا سوق الألعاب أكبر وأضخم من سوق الموسيقى والأفلام مجتمعين، لكن فكرة البث واجهت مشاكل كبيرة في سوق الألعاب. عكس الموسيقى والأفلام اللي عملية بثهم أسهل بكثير من بث الألعاب، السبب أن الألعاب فيها عناصر كثيرة مهمة مثل الاستجابة، بحيث أنك لازم ترسل إشارات وتستقبل إشارات وليس فقط استقبال من جهة واحدة مثل الأفلام والموسيقى. الجيمرز يفضلون يحملون ألعابهم مش يبثونها، ويحبون تكون تجربتهم بأفضل صورة رسوميا بالأخص. لكن هذا الشيء ما منع شركة محددة أنها تتجه للمغامرة في هذا المجال. طبعا هذه الشركة اللي أتكلم عنها هي مايكروسوفت، واللي عودتنا من دخولها لسوق الألعاب بالأفكار الابتكارية خصوصا بالبرمجيات والخدمات. ولا زال سوق الألعاب يدين لها بوضع الأسس الرئيسية للمتاجر الرقمية وأنظمة التشغيل في أجهزة الألعاب. الشركة قررت أن ابتكارها القادم هو منتج بغير الطريقة اللي نستهلك فيها الألعاب للأبد. بدل ما أننا نشتري كل لعبة بشكل منفصل، نوصل لمكتبة كاملة من الألعاب
مقابل اشتراك شهري. وطبعا هذه المكتبة تقدر تحمل أي لعبة تبغاها، ما هي خدمة بث فقط، لا تقدر تحمل اللعبة وكأنك شاريها وتلعبها. طالما اشتراكك قائم تقدر تحمل وتلعب من المكتبة هذه كاملة. وصدقني طالما عندك اشتراك انترنت سريع ما بتشيل هم، بالعكس بتحمل الألعاب اللي تبغاها وتبدأ تلعب بشكل سريع جدا. طبعا بمجرد نزول لعبة جديدة من نشر مايكروسوفت مباشرة بنلقاها هنا في هذه الخدمة على طول تظهر أمامنا أول ما نشغل جهازنا. ما يحتاج نروح محلات، ما يحتاج طلب مسبق، ما يحتاج نصف طابور. هذه الخدمة الرهيبة اسمها Game Pass، وهي سلاح مايكروسوفت في تحقيق التفوق على جميع المنافسين في سوق الألعاب. في البداية اللاعبين ممكن ما يستوعبون القيمة العظيمة اللي تقدمها هذه الخدمة، لكن خلونا نحسبها بطريقة بسيطة. شراء لعبة Xbox Series X حديثة مثل Resident Evil Village بيكلف تقريبا 260 ريال من متجر مايكروسوفت الرقمي. خلنا نقول ان ميزانيتك تسمح لك تشتري 4 ألعاب جديدة كل سنة، وهذا رقم منطقي للاعبين المعتدلين، يعني بتدفع عليهم 1040 ريال في السنة. تلعب بشكل أكبر، خلنا نقول انك بتشتري 6 ألعاب في السنة، معناها بتدفع 1560 ريال في السنة. تلعب بشكل أكبر، خلنا نقول انك لازم تختم 8 ألعاب في السنة. هذه الألعاب بتكلفك 2080 ريال بالسنة عشان تحصل عليهم. هذه قيمة جهاز ألعاب لحالها. الآن نرجع لخدمة Game Pass. القائمة اللي موجودة هنا أمامكم فيها 100 لعبة تقريبا، أكثر من 100 لعبة عشان نكون واقعيين. وكم تكلفك لعب هذه الألعاب؟ كل اللي كلفك الاشتراك الشهري 43 ريال فقط. اشتراك سنة كاملة بكلفك 516 ريال، يعني تقريبا قيمة لعبتين بسعرهم الكامل. تخيل معي قيمة لعبتين تقدر تلعب وتختار بين أكثر من 100 لعبة، وبينهم الأشياء الجديدة من مايكروسوفت في أول يوم تنزل فيه. لا شك من ناحية قيمة نقدية خدمة Game Pass مذهلة، لكن من ناحية فنية كيف الأمور؟ عشان نحطكم بالصورة خلونا نذكر بعض ألعاب مايكروسوفت اللي بتكون متوفرة من أول يوم لها على خدمة Game Pass في المستقبل القريب والبعيد: Halo Infinite، Forza Horizon 5، Psychonauts 2، Avowed، The Outer Worlds 2، Starfield، Fable، Hellblade 2. والخدمة ما تقتصر فقط على ألعاب مايكروسوفت، حتى شركات الطرف الثالث توفر ألعابها على الخدمة من وقت لثاني. في الفترة الماضية فقط توفرت عليه عناوين طرف ثالث قوية مثل Control، Dirt 5، Dragon Quest 11S، FIFA 21، Kingdom Hearts 3، Resident Evil 7، Yakuza Like a Dragon. يعني روح لمتجر عادي وشوف كم بكلفك شراء القائمة اللي ذكرتها للتو، وقارن هالشيء باشتراك شهري 43 ريال. يا رجل قارنها باشتراك سنوي 516 ريال، أنت الكسبان وبفارق كبير في النهاية. وعلى فكرة لا زالت شركات الطرف الثالث تعلن ألعاب جديدة لها بتكون متوفرة على الجيم باس من اليوم الأول، مثل Back 4 Blood، Stalker 2، Hades، Among Us وغيرهم. الآن أتوقع اتضحت الفكرة للجميع. كمستخدم لأجهزة إكس بوكس ومحب لألعاب مايكروسوفت، ما أعتقد في أي مجال للنقاش. الاشتراك بقيمة لعبتين في السنة بيعطيك وصول للمكتبة كاملة من جيم باس بما يتضمن كل ألعاب مايكروسوفت. خلونا نكون واقعيين، حتى جمهور الأجهزة الثانية بيبدأ يفكر بالموضوع بشكل جدي جدا. مايكروسوفت الآن صار عندها أسطول تطوير ألعاب ضخم، واستحواذها على ناشر ضخم بحجم بثيستا صعب غض النظر عنه. يعني جمهور سلسلة ألدر سكرول ودوم وغيرها ما لهم خيار إلا ينضمون لقطار إكس بوكس أو يودعون هذه الألعاب للأبد. مع وجود خدمة Game Pass وكمية الألعاب الحصرية في الطريق، ركوب قطار إكس بوكس صار مغري أكثر من أي وقت مضى. وهنا نجي للمنافسين، سوني وبمقدار أقل نينتندو. العالم عبارة عن قرية صغيرة، سهل جدا تعرف عن الأشياء اللي تدور حولك. هل جمهور سوني ونتندو بيستمرون بقبول دفع 60 و70 دولار مقابل كل لعبة جديدة؟ بينما في المقابل جمهور إكس بوكس يدفع مبلغ بسيط مقابل مكتبة الألعاب كاملة. طبعا سوني ونتندو وباقي الشركات الألعاب لها فترة تحاول تقاوم هذا التوجه، لأن بيع الألعاب بسعرها الكامل هو وسيلتهم لتحقيق أكبر ربحية ممكنة. لكن المقاومة مصيرها تنكسر، لأن هذا هو التوجه الوحيد لسوق الألعاب، مثل ما حصل قبله مع سوق الأفلام والموسيقى. سوني ونتندو بيكون الانتظار مش في صالحهم، لذلك لازم تظهر منهم ردة فعل قريب. على الورق الشركتين موجودين في سوق الألعاب من قبل مايكروسوفت، وإرثهم في هذا السوق كبير، ويقدرون يصنعون مكتبة ضخمة من الألعاب القديمة من اللي يملكونها أصلا، خصوصا نتندو. أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. ديزني انتظرت وقت طويل لكنها وصلت وبدت بشكل قوي بسبب إرثها الكبير، وقدرت تتحول في وقت قياسي لمنافس قوي لنتفليكس على عرش خدمات بث الأفلام عالميا. لذلك سوني ونتندو في تحدي مع الوقت الآن.
صحيح ان نتندو هي متصدره سوق الالعاب من ناحيه مبيعات الاجهزه، جهاز نتندو سويتش، وسوني متصدره سوق الالعاب مؤخرا في المنافسه مع مايكروسوفت من ناحيه مبيعات الاجهزه، لكن جيم باس هو اخطر سلاح في يد مايكروسوفت من يوم ما دخلت سوق الالعاب. والاهم من ذلك ان مايكروسوفت من اكبر اداري الى اصغر موظف مؤمنه بمشروع جيم باس بشكل ضخم، وايضا الاستحواذات الضخمه والصرف المالي الكبير اللي صاير مؤخرا منه شراء بيثيستا يثبت ان الشركه فعلا تؤمن بهذا المشروع. فهل بينطلق قطار مايكروسوفت ويرسل التحيه لنتندو سوني على الطريق، ولا ان رده فعل نتندو سوني تحت التحضير حاليا؟ سوق الالعاب بالفتره الجايه بيكون مثير جدا ويحمل لنا اخبار قويه اكيد. عجبكم الفيديو؟ لا تنسون تعطونا لايك، حطوا تعليقكم برأيكم في الأسفل، ونشوفكم بإذن الله في فيديو قادم. مع السلامة.